للمزيد حول مؤتمر دول الجوار الذي يعقد في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. يعني بدأ بالفعل مؤتمر دول الجوار الذي دعا إليه الكاظمي في بغداد، بداية كيف ترى التمثيل الدولي في ظل حديث الحكومة أنه سيكون محفلا يضم الدول الكبرى بالإضافة إلى دول الجوار؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام بالتمثيل الذي حضر إلى هذا المؤتمر قياسا للعدد عدد الدول التي حضرت. أنا أعتقد أنه مستوى جيد، فيه ملوك وفيه رؤساء وفيه أمراء وأيضا فيه رؤساء وزارات ووزير خارجية، لكن الأهم ليس مستوى التمثيل، المهم ماذا سيخرج به هذا المؤتمر من قرارات تكون قادرة أو لها الإمكانية على التحقق على الأرض. هذا هو الأهم. أعتقد أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دعائي، هو جزء من حملة علاقات عامة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت سلطة الكاظمي وعموما النظام العراقي، نظام المنطقة الخضراء الاحتلالي، تثبيته كجزء من أجزاء المنطقة أو ركن من أركانها. هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة، هذا هو السبب الحقيقي لعقد هذا المؤتمر اليوم في بغداد. يعني خلال مجريات المؤتمر وحتى يعني هناك إصرار من وزير الخارجية الإيراني على إشراك سوريا في المؤتمر، وهو بالطبع ما رفضته أغلب الدول المشاركة، لماذا هذا الإصرار الإيراني برأيك؟ يعني النظام السوري لا شك أنه يعني أداة من أدوات المشروع الفارسي الإرهابي العنصري التوسعي الآن في المنطقة العربية، للأسف في الشرق العربي، وبالتأكيد يعني هم يحاولون فرض هذا النظام على المؤسسة العربية بكل يعني أبعادها، لكن مع أنهم فشلوا في إحضار مشاركة النظام السوري الذي يقتل شعبه ويعني فاقد للشرعية بشكل حقيقي، فشلوا في إحضاره ومشاركته، لكنهم عبروا عن تدخلهم في كما يسمى سيادة العراق، وهي كما نعرف غير موجودة، وأكدوا على ضرورة مشاركة النظام السوري، وأكدوا على جملة من المفاهيم التي تخدم مشروعهم في المنطقة، وهذا يؤكد على أن كل طرف يعني من الأطراف الأساسية التي تحضر هذا المؤتمر لديه برنامجه ولديه رؤيته التي يحاول أن يصرح بها خلال جلسات المؤتمر. أستاذ مصطفى، هذا المؤتمر ما الذي يمكن أن يقدمه للعملية السياسية التي بالأساس لم تقدم شيئا للعراقيين؟ هو كما قلت لك، هو محاولة لتثبيت سلطة الكاظمي وسلطة النظام المنطقة الخضراء كركن من أركان المنطقة أو النظام الرسمي العربي، وهذا الأمر ليس سرا. اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطلب منه إعادة، وهذا نص ما ورد في الخبر الرسمي للاتصال بين بايدن والسيسي، طلب منه إعادة زج النظام العراقي في المنطقة، والعراق جزء أساسي من المنطقة، ولكن المقصود ليس العراق وإنما هذا النظام المتسلط على العراق والسارق ولكن له هناك عدم ثقة والقاتل لشعبه من قبل المواطن تجاه العملية السياسية، تجاه الأنظمة التي جاءت بعد احتلال العراق وحتى حكومة الكاظمي. هناك عدم ثقة من قبل المواطن العراقي، كيف سيثق المواطن العراقي بهذه المؤتمرات؟ ليس هناك عدم ثقة من المواطن العراقي، هناك رفض كامل من المواطن العراقي. العراقيون عبروا في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وبوسائل متعددة ومنذ سنوات على رفضهم لهذا النظام الإجرامي الاحتلالي، وهذه المؤتمرات لن تقنع طفلا في العراق ولن تحقق أي تقدم. كنا نتمنى
أن يكون العراق يعني يستضيف مثل هذه المؤتمرات الإقليمية والدولية، وكنا نرجو أن يكون ذلك ولكن في إطار دولة شرعية ذات سيادة ومستقلة، ولكنها اليوم العراق يستضيف بناء على أوامر ورغبات أمريكية، وهذه الأوامر والرغبات لن تجدي نفعا ولن تثبت هذا النظام. العراقيون جميعا يرفضون هذا النظام، ويعني الانتخابات المقبلة ستؤكد مقاطعة أوسع لمجرياتها. نعم، عبر الهاتف نشكرك شكرا جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل.